السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان نهضة الزمامرة يجبر الرجاء الرياضي على التعادل بهدف لمثله. وأجبر فريق نهضة الزمامرة ضيف الرجاء الرياضي على التعادل بهدف لمثله في المباراة اللي جمعتهم مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مسيرة الخضراء الأسفي لحساب جولة 14 من البطولة الوطنية. وانتظروا النصر الخضر لغاية الجولة الثانية لتفتح حصة التسجيل في الدقيقة 55 بواسطة المدافع الليبي سند ورفلي قبل ما يعدل اللاعب الرجاوي السابق زهير الواصلي الكفة في الدقيقة 76 واستافد من تمريرة في العمق من متوسط الميدان الرجاوي السابق أيضا سعد اللمطي واشتعلت المقابلة في الدقائق الأخيرة بحيث سنحت بعض الفرص المحققة خاصة رأسية البديل زكريا الهبطي اللي ارتشت ماتش بالقائم الأيسر الحارس ياسين الحواصلي في الدقيقة 86. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق نهضة الزمامرة ل 12 نقطة في المرتبة ما قبل الأخيرة في الوقت اللي أضحى فيه عداد الكتيبة الخضراء وشال النقطة 26 في المركز الثاني. هذا سبب غياب محمد سبول عن الرجاء ضد نهضة الزمامرة. وفي تفاصيل الخبر غاب محمد سبول ضايل الأيصال فريق الرجاء الرياضي على مباراة فريقه أمس الأحد أمام نهضة الزمامرة وكيرجع سبب غياب محمد سبول لإحساسه ببعض الألم على مستوى العضلة الضامة سبق وشعر بها في مباراة مكان الزامبي الأخيرة برسم جولة السادسة من دور مجموعة كأس الكاف قبل ما تعودوا الإصابة في الحصة التدريبية الأخيرة ليوم أول أمس السبت. هذا هو من المنتظر باش يخضع الضير الايسر الرجاوي للمزيد من الفحوصات الطبيه في الساعات القليله المقبله من اجل التعرف اكثر على نوعيه الاصابه اللي تعرض لها خصوصا انه اصبح من الاوراق اللي كيعتمد عليها المدرب سعد جرد الشابي في الرواق الايسر للفريق الاخضر. اورلاندو بيراتس ينهزم بثلاثيه من سان داونز الجنوب افريقي قبل قمه الرجاء. وتعرض نادي اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي لخساره ثقيله بثلاثيه نظيفه من ضيفه ماميلودي سان داونز امس الاحد ضمن مباراه الجوله 26 من الدوري الجنوب افريقي. وافتتح ريكاردو ناسيميليتو ثلاثيه الضيوف عند الدقيقه 57 عن طريق ركله جزاء ثم عز الزميل بيتر شالولي الحصه بهدف ثاني في الدقيقه 76 قبل ما يختتم لايلا كاي ميراج الاهداف في الدقيقه 80 ورفع سان داونز رصيده لنقطه 51 في الصداره بينما ظل صاحب الارض 39 نقطه في المركز الخامس. وكتجي خساره اورلاندو بيراتس قبل مباراته المرتقبه ضد الرجاء الرياضي في ربع نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه اذ عبرت جماهير الفريق الجنوب الافريقي على غضبها من هذه الخساره اللي تقدر تاثر على معنويات الفريق ضد الفريق الاخضر. محمود بن حليب يعود للتباري بعد العقوبه ويحقق اول فوز. وفي تفاصيل الخبر رجع محمود بن حليب لاجواء التباري بعد العقوبه اللي كان تعرض لها من قبل المكتب المسير عقب رفضه السفر رفقه الفريق لطنزانيا. وشارك بن حليب رفقه فريق الامل في المواجهه اللي جمعتهم فريق الدروه برسم دوري الهوات وانتهت بفوز الفريق الاخضر بهدف 0-0 كان من توقيع المهاجم حسين الرحيمي. وغاب محمود بن حليب على مباريات الرجاء الرياضي منذ رفض السفر مع الفريق لطنزانيا إذ غاب الأسبوع كامل على التدريب ورجع الاستئنافة بعد الاستماع ليه من قبل المكتب المسير للفريق الأخضر. وشارك بن حليب رفقة فريق الأمل من أجل رفع مستوى تنافسيته قبل العودة للمشاركة في مباريات الفريق الأول في الأيام القليلة المقبلة إذ منتظر باش توجه ليه الدعوة في اللقاء المقبل ضد فريق الجيش الملكي. استفتاء خاص من الكاف بخصوص الوداد والرجاء. وصل الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف استفتاء خاص بخصوص اقوى فريق مغربي خلال هذا الموسم الكروي في مسابقات القاريه. ووضح الكاف عبر صفحته الرسميه وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الغريم التقليدي قدم مستوى مميز وتصدر مجموعته في مسابقه دوري ابطال افريقيا وضاف ان فريق الرجاء الرياضي هو الاخر بصم على مستوى جيد وتصدر مجموعته بالعلامه الكامله في كاس الكونفدراليه الافريقيه. وتساءل الكاف في استفتاء خاص نشره على صفحته الرسميه في فيسبوك بخصوص شكون الاقوى من بين الفريقين المغربيين خلال هذا الموسم الكروي في المسابقات الافريقيه. المنشور عرف تفاؤل كبير في التعليقات واللي اغلبها اكدت بلي فريق الرجاء الرياضي هو الافضل هذا الموسم. مراسله مهمه من الجامعه للرجاء بخصوص مباراته الافريقيه. وفي التفاصيل غتعمد الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لمراسله اداره الرجاء الرياضي من اجل مدوب البروتوكول الصحي المعتمد في جنوب افريقيا من اجل تسليمه للفريق الاخضر قبل سفره لمدينه جوهانسبورغ. وغيتوصل فريق الرجاء الرياضي خلال الايام القليله المقبله من الجامعه الملكيه بالبروتوكول الصحي المعتمد في جنوب افريقيا لتفادي اصابه احد افراد بإعتاجه بالسلاله الجديده لفيروس كورونا قبل سفره لجوهانسبورغ يوم 13 من الشهر الحالي. وغيكون من تداعيات هذه المباراه القاريه احتمال خوض الرجاء الرياضي مباراته المقبله على الجوله 16 من البطوله الوطنيه ضد فريق الفتح الرباطي بالفريق الاحتياطي على اعتبار ان بعثه الفريق اللي غتكون قادمه من جنوب افريقيا غتدخل الحجر الصحي اجباري لمده 5 ايام قابله للتمديد في حال ظهور اعراض السلاله الجديده لا قدر الله على اي لاعب او فرد من بعثه الفريق مثل ما كان عليه الامر مع بعثه الغريم التقليدي اللي خاضت مباراه دور المجموعات امام كايزر تشيفز جنوب افريقي في دوري ابطال افريقيا.
خبر في نفس السياق بعنوان الرجاء يختار تنزانيا لاستقبال اورلاندو بيراس الجنوب افريقي. وفي تفاصيل الخبر اتفقوا اعضاء المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي على استقبال فريق اورلاندو بيراس برسم يبرو نهائي كاس الكاف بتنزانيا في حال ما حصلش الفريق الجنوب افريقي على تاشيره السفر للمغرب. وقد المكتب المسير لفريق الرجاء الجمعة خاص الجمعه الماضي على هامش اجتماعهم بلاعبي الفريق وقرروا نقل المباراه لتنزانيا في حال رفضت السلطات المغربيه اجراءها في المغرب. واختار فريق الرجاء تنزانيا العلاقه الجيده اللي كتربط الفريق الاخضر بالسفير المغربي في البلد الافريقي المذكور واللي خصص استقبال حروحه في الافطار لبعثه الرجاء خلال السفر الاخير مواجهه نامونغو التنزاني. ورغم ان الفريق الاخضر تلقى تطمينات من وزاره الصحه بلعب مباراه في المغرب الا انه ارتأى وضع ترتيبات احتياطيه في حال تراجع وزاره الصحه على قرارها. منخرط الرجاء يرسلون القجاء لاقاله الناصري بسبب سيسوكو والعصبه. وفي التفاصيل قام منخرط فريق الرجاء الرياضي بتوجيه رساله جديده لفوزي القجاع رئيس الجامعه الملكيه للتنديد بواقعة زوار توقيعات مالي سليمان سيسوكو لاعب غريم تقليد السابق في خلافه مع رئيس النادي سعيد الناصري واللي اكدت المحكمه الرياضيه الدوليه الطاس انه مخالفا لتوقيع سيسوكو. وتوصلت احد المواقع الالكترونيه بنسخه من الرساله اللي تم ارسالها على عجل رئيس الجامعه الملكيه واللي كيطالبوا من خلال منخرط الفريق الاخضر ضروره تطبيق اللوائح الانضباطيه المنصوص عليها في مدونه الانضباط واحاله ملف اللاعب مالي سيسوكو على لجنه الاخلاقيات وتطبيق العقوبات في حق كل مسؤول على خرق القانون بهدف الحفاظ على سمعه الكره المغربيه. ودعت مؤسسة المنخرط لفريق الرجاء الرياضي رئيس الجامعة فوزي القجاع للإسراع بتفعيل مشروع قانون ازدواجية المهام في تسيير كرة القدم الوطنية واللي تم سحبه من جدول أعمال الجمع العام الأخير للجامعة بالإضافة لسحب الثقة من سعيد الناصري ممثل القانون للعصبة الاحترافية والدعوة لإقالته إلى حين عقد الجمع العام الاستثنائي لانتخاب رئيس جديد لها. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فاب في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.